تخطط معايير حقيقيه لما يبقى استوازن. استهلاكك في الكهرباء يتجاوز كذا مش ممكن تبقى فقير. صحيح. لما يبقى عندك 3 عربيات يبقى مش ممكن انت محتاج الى دعم رغيف رخيص. يعني اتخذت معايير موضوعيه علشان تقدر تحدد مين الذي يستحق الدعم ومن الذي يستطيع. وتمت عمليه الفرز وشفنا رغم قسوتها ان اثرها محدوده. ليه؟ لانك انت ما قربتش من اللي بيستحق الدعم. ايضا عملت مظله اجتماعيه، عملت تكافل وعملت كرامه عشان تصرف لكل هؤلاء الفقراء ما يمكنهم من ان هم يعيشوا ويستمروا في الحياه دون ان يصبحوا مرضى قلق من انهم يتذمروا او من انهم يعني يزودوا حاله الاستياء اللي موجوده في الشارع في هذا. اعتقد انها قصه نجاح حقيقيه والعالم كله معترف بها بان مصر بيها. انجزت قصه نجاح نادره وحقيقيه. وشفنا ان هذه قصه نجاح جابت برضه نتائجها بسرعه. شفنا ازاي انه معدل البطاله الذي كان يصل الى 14% يهبط الى حدود 8%. التضخم اللي كان وصل الى اكثر من 30% بيهبط الى حدود 14 او 12. الهجره غير الشرعيه اصبحت تقريبا صفر. الهجره غير الشرعيه اصبحت تقريبا صفر. يعني ايضا يعني كل مؤشرات الاقتصاد الكلي بتقول ان احوال مصر تتغير. وايضا شفنا كثير من التحسن، لان التحسن مش حاجه يحط في جيبك اديك علاوه اديك ارفع المعاشات لكن الاهم ان انا اوظف ابنك. صحيح. الاهم ان اجد مكانا لتوظيف اولادك. لما بيهبط معدل البطاله من 14% الى حدود 8 او 9% اعتقد ان ده معناه ان قدرتك على التوظيف قد زادت. واعتقد ان حجم الذين وظفوا حتى الان طبقا لقياسات احصائيه عدد ضخم، يعني يكاد يتجاوز يعني على الاقل يعني 4 ملايين فرصة عمل. لو قلنا كل عام 1.5 مليون فرصة.